وللحديث أكثر عن الحملة الإغاثية التي قدمتها أو قدمتها فعلا هيئة علماء المسلمين في العراق بالتعاون مع منظمة أم القرى للنازحين في مخيم حسن شام الثاني بالموصل، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله سيدي الكريم، يا مرحبا. حياكم الله. بداية، لو تحدثنا عن طبيعة هذه الحملة التي جاءت في توقيت مهم بالنسبة لحاجة الناس مع انتهاء شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر المبارك كذلك، هل تحدثنا عن طبيعة الحملة لو سمحت؟ هذه الحملة الإغاثية الكبيرة جاءت ضمن سلسلة الحملات الإغاثية التي تقدمها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية وبالتعاون مع هيئة علماء المسلمين خلال شهر رمضان المبارك. جاءت هنالك يعني عدة حملات إغاثية، سلسلة من الحملات الإغاثية تقدمت في شهر رمضان المبارك. في هذه الحملة قدمت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين 1100 سلة غذائية مختلفة المواد الضرورية التي تحتاجها العائلة في مكان النزوح. المواد الإغاثية الغذائية والمستلزمات الإغاثية الأخرى انقطعت عن النازحين في ظل الأزمة الكبيرة، انتشار وباء كورونا، وكذلك قلة الدعم الإغاثي مع ظروف الحظر التجوال والحجر الصحي. ولذلك قدرت منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين الحاجة الضرورية لهذه المقيمات وقدمت هذه الحملة الإغاثية وسلسلة الحملات التي سبقتها لكي تقدم للنازحين ما يغيثهم وما يعينهم على أداء صيام رمضان في هذا الشهر الفضيل. على ذكركم للحملات التي سبقتها، كما هو معروف هذه ليست الحملة الأولى التي تقومون بها، كيف وجدتم أوضاع الناس بصفة عامة ولا سيما مع توقف الأعمال بسبب جائحة كورونا؟ حقيقة يعني النازحين قبل أزمة كورونا كانوا يعانون من قلة الدعم الإغاثي، ثم جاءت هذه الظروف المأساوية الكبيرة في حالة حظر التجوال والحجر الصحي، مما ضاعف الأزمة الإنسانية التي يمرون بها. ولذلك يعني هم يعانون من ظروف مأساوية كبيرة، يحتاجون إلى أغلب المستلزمات الضرورية في المخيمات، يحتاجون إلى المياه، يحتاجون إلى المستلزمات الصحية، وكذلك يحتاجون إلى المواد الغذائية. ولذلك يعني هذه سلسلة الحملات الإغاثية التي تقدمت بها المنظمة وهيئة علماء المسلمين تأتي في وقتها دائما، لأنها يعني عادة يعني تدرس حالات الاحتياجات في المخيمات، ثم بعد ذلك تقدم على ضوئها هذه السلسلة من الحملات الإغاثية. وهذه السلسلة جاءت ضمن حملات شهر رمضان المبارك، لأننا نعرف أن هنالك الدعم الإغاثي قليل وصعوبة الوصول إلى المخيمات، ولذلك يتكلف كادر المنظمة وكادر القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين المشاق وبعد الطريق، ويذهبون إلى مسافات طويلة لكي وهذا في الحقيقة ما أشار إليه أهالي المخيم وقدموا الشكر للمنظمة على ذلك. يعني كيف استقبل أهالي المخيم كونهم في منطقة بعيدة وتحتمل الطريق تحتمل الكثير من المشاق للوصول إلى هناك؟ رأينا فرحة الأطفال، رأينا فرحة الفتيان، رأينا فرحة العائلات الكريمة بوصول هذه المواد الغذائية، وكلهم قالوا بأنها قد جاءت في وقتها، لأنهم يعني لم يصلهم شيء خلال تقريبا أكثر من شهر ونصف، لم يصلهم أي شيء من المواد الغذائية الإغاثية. ولذلك يعني هي جاءت في وقتها ولامست احتياجاتهم وقدمت لهم أغلب ما يحتاجون من المواد الغذائية، وبذلك يعني تم تقديم الفرحة إلى عائلات النازحة الكريمة في هذه المخيمات، لأنها جاءت في وقتها وتحمل ما يفرحهم من المواد الغذائية الضرورية لهم ولأبنائهم. أشكرك جزيلا دكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى، كنت معنا من أربيل.